مرحبا فيكم أحبائي، كيفكم؟ عملت اليوم هذا البسكويت بدون زبدة وبدون سمنة وبدون بيض، تخيلوا؟ وصفي بثلاث مكونات، بسكويت اقتصادي جدا. حقدم لكم اياها بكذا فكره للتزيين، انتو فيكم تنقوا فكره وحده وتطبقوها على الكل. احضروا الفيديو، طريقته كتير سهله، ما بدها وقت ابدا. بثلاث مكونات بس، ما في غيرهم: سكر، زيت، طحين. كباية سكر، كبايتين زيت، 5 كبايات طحين. اللي حأعمله أول شي حأخلط كباية السكر مع كبايتين الزيت وأخلطهم كتير كتير منيح. هلا بعد ما امتزجوا كتير كتير منيح حأسكبهم فوق الطحينات وأعجنهم مع بعضهم. شايفين اسم الله ما أحلى هالعجينة؟ مقادير مظبوطة 100%. شايفين قوامة أو طراوتها؟ شايفين كيف؟ هيك بدي إياها. هلأ كل اللي حأعمله إني حشكل كرات بهالشكل وصفن عندي بالصينية. ما شاء الله بينت حتعمل كمية كبيرة، يمكن صينيتين أو ثلاثة، مع إني عجنت بعيارات صغيرة. عيرت العيارات بهيدي الكباية، كباية الشاي، لأني على طول بعمل حلو فبعمل بكميات قليلة، وبرضه ما شاء الله مثل ما شايفين هلا بنشوف كم صينية حتطلع عنا. وعملت هذا الشكل طويلة مثل ما شايفين. شلت هون عجنة بشوية عجين، حأطحن شوية فستق بهالشكل، بحط منهم شوي على العجينة. عجنتهم مع بعضهم تصاروا بهالشكل، كورتهم بهالشكل مثل ما شايفين. اذا بدكم تستبدلوا الفستق الحلبي باي مكسرات تانية او جوز الهند او اي ملون طعام كمان بيصير. هلا حزين هول، انا حزينهم باستخدام هاي ثاقبت هلا لقيتها بالمطبخ، تيجي مع علبة الدواء عيارات. لأعمل وحدة قدامكم، بسم الله، هيك بهالطريقة هاي، شايفين كيف؟ او حاستخدم هيك شيء بيجي غطا ل هيدي بيحطوا فيها زيت بهالطريقه هاي. حاعملهم كلهم، حشيل هاي قربها هون على الكاميرا، برجع بعملها دويره بين ايدي، مش مشكله ابدا بهاي. هلا الغايه من هالعمليه هاي اني بدي زينها بعد ما اشويها، بدي زينها، بدي احط بقلبها مربى. شايفين كيف طلعت عندي حلوه؟ بعملها اغمق بشوي، شايفين؟ بظبط اطرافها بين ايدي وبردها لمحلها. هلا خلصنا شكلين، ثالث شكل حاعمله بالسكينه. يعني لاحظوا قد ما فيني عم جيب لكم اشياء بيتوتيه تيلي ما عنده قوالب ما يعتل هام. شايفين هالشكل الحلو يلي تحصلت؟ لاعمل وحده قريبه، شايفين؟ كثير حلو. شايفين ما احلاه؟ حاعمل الكل. وهذا ثالث شكل، ورابع شكل بالشوكة، مين ما عنده شوكة؟ بنعملها بهالطريقة هي، شايفين كيف؟ حاعمل هي، هيك، حاعمل الكيف، وهلا حدخلها على الفرن. بشعل الفرن على درجة 180 حرارة من تحت ومن فوق مع المراقبة المستمرة لمدة من 10 ل 12 13 دقيقة وبطلعها. وهلا طلعتها من الفرن. هلا هولي يلي بالفستق بتركهم، الصف الثاني بدي زينهم بالمربى. شي رائع مثل ما شفتوا، منا مكلفة ابدا. انا عم زينهم بمربى الفريز، زينوه بالمربى الموجود عندكم. هلا هون انا دوبت شوكولا وفستق مطحون وجوز الهند، باخد هاي القطعه بغمسها بالشوكولا بهالطريقه، برجع بغمسها بشوي من الفستق بهالشكل. هيدا عن جد شكله راقي، ما حدا بيصدق انه عاملينه بس بثلاث مكونات ومنا مكلفه ابدا.
شايفين اسم الله ما احلى هالمنظر. هلا هذا الشكل صراحة انا كنت ناوي اتركه مثل ما هو، كان عاجبني اتركه هيك، بس طالما زاد عندي اشياء للزينة اجتني فكرة حارجع غمسها بالشوكولا وغمسها عندي هون بجوز الهند بهالشكل. هيدا اشكال رائعة. لقيت عندي بالبراد بكعب القطرميز مربى الكرز، شلت نص حبة كرز من كل وحدة، نص حبة، وزدتها مربى الفريز اللي حطيتهم بالبداية. شفتوا انه جوده بالموجود. هلا انا خلصت تزيين، ما شاء الله شي رائع، عن جد شي رائع. ما تخيلت النتيجة شكلها النهائي تطلع بهالروعة هاي. بنهاية هالفيديو بتمنى من كل قلبي كون نالت اعجابكم، وبتمنى كمان كون عم بقدر فيدكم. وبنهاية هالفيديو اذا عجبكم ما تنسوا تحطوا لايك.